في مسألة تانية، السحاق، تيان المرأة للمرأة، التدالك بين النساء، فحشة كما تكون بين الرجال قد تكون بين النساء، يسميها الفقهاء السحاق، يعرفون بأنه اتيان المرأة المرأة، وأوجب فيه التعزير، التأديب على المعصية التي لم يرد فيها حد. العقوبات الشرعية ثلاثة: القصاص، أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحدود، العقوبات المقررة والمقدرة من قبل الشارع، لا مدخل للبشر في تحديدها لأن الله حددها، لكن فقط يتأكدون من ثبوت الجريمة، فإن ثبتت الجريمة وأسندت إلى فاعلها شرعا فقد وجب، استوجب إقامة الحج عليه. هذا دور القاضي بالضبط. طبعا الحدود تدرأ بالشبهات، ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ومن أجل هذا عقوبة الزنا لا تقام إلا في باب الشهادة، أن يشهد 4 شهود عدول، أو الحمل من امرأة لا زوج لها، أو الاعتراف في غير إكراه ولا ضغط ولا أي إجبار ولا تخويف ولا تهديد ولا نحوه، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو كان الاعتراف. وتدفع الحدود بالشبهات. العقوبة الثالثة التعزير فيما لم يرد فيه في تحديد عقوبته نص شرعي، دليل شرعي لعقوبة يقدرها القضاء، يقدرها الولاة، يقدرها أساتذة القانون الجنائي ونحو ذلك، بما يضمن الردع والزجر، لأن غاية العقوبات الشرعية الزجر الخاص والزجر العام، أنها تزجر الجاني عن معاودة الجريمة، وتزجر المجتمع عن التورط في مثلها. الناس إذا رأوا أن من فعل هذه الجريمة يؤخذ بذنبه ويعاقب هذه العقوبة البليغة، فإنهم يرتدعون ولا يتورطون فيها. ومن أجل هذا الشدة مقصودة في العقوبات. إذا كانت العقوبة رخوة وهينة ولينة لا تحق لا زجرا عاما ولا زجرا خاصا. ومن الأمثلة اللطيفة، قالوا المجرم مريد الجريمة عنده دماغ وبيحسب ويعني يوازن ما بين ما ينتظره من عقوبات على جريمته وما يحوزه من غنائم من جريمته، فإذا وجد أن ما يحوزه أحظى وأكبر وإن العقوبة هينة ولينة يغامر ويجازف ولا يبالي. ولهذا بنشوف ناس يسرقون من الحافلات ويقفزون منها، يعني أقصى هتحصل له سجحة وهو ماشي، بس الدنيا ماشية برضه، فهيلم فلوس الناس ويقفز من السيارة أو من الحافلة وهو أصلا متدرب، وإن أصابته خدشة يسيرة إذا قرنت بالغنائم التي حازها وسرقها من الناس يرى أن الموضوع يستاهل المجازفة. لكن ما سمعش أن واحد بيعمل كده في الطيارة، يلم فلوس الناس في الطيارة وينزل بالطيارة ليقع على الأرض هتتكسر رقبته وهيموت على طول. فهو عنده حسابات في دماغه يوازن بين ما يحصل عليه من جريمته وما يتوقعه من العقوبات أو المآلات المحذورة، وبيختار أقل يعني أرجح المصلحتين بحساباته البشرية، وهي مصالح موهومة بل هي مفاسد بحتة محضة. يبقى ابن قدامة رحمه الله يقول إذا تدالكت امرأتان، يقصد السحاق،
إذا تدالكت امرأتان فهما زانيتان ملعونتان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ثم قال: ولا حد عليهما، لأنه لا يتضمن إيلاجا، ما فيش جماع بالمعنى الشرعي المفهوم. فأشبه المباشرة دون الفرج، كما لو باشر امرأة دون الفرج فعليهما التعزير. من الفقهاء أيضا من قال إن هذا يوجب فسق المرأة التي تتورط في هذه الكبيرة، فلا تقبل لها شهادة ولا يجوز، حتى قالوا أن المرأة المسلمة لا تكشف عورتها أمام من ابتليت بهذا الداء، لأنها لا تؤتمن أن تصف المرأة المسلمة للغير. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يبقى نختم بما بدأنا به، أن ذنب اللواط من أعظم الذنوب يغضب رب العباد، فحشة يضيق بها الفضاء، تعج لها السماء، يعج بها البلاء، يحل بها البلاء، فهي سوء مآل وداء عضال وقبح أفعال، انتكاس في الفطرة، مفسدة للرجولة، ظلم للمرأة، وشدة، وهذا التحذير لتطهير المجتمع الإسلامي منها. ولا يحملهم على هذا إلا الظلم والبغي والعدوان والإسراف، وأن يتحول الشخص إلى عبد لأهوائه وشهواته. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.